بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم طلابنا في الصف الأول متوسط من جديد في مادتنا المهارات الحياتية والأسرية. تعرفنا سابقا في وحدة التوعية الصحية على الوقاية الصحية داخل المنزل. نستكمل اليوم بإذن الله ما تبقى من هذا الدرس، الوقاية الصحية داخل المنزل. أهداف الدرس: يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أن يقترح طرقاً لتنظيف المطبخ، يذكر إرشادات ما بعد التسوق، يصنف محتويات المطبخ في جدول حسب التنظيف الذي يحتاجه، يشرح طريقة تنظيف دورات المياه، يرتب خطوات تنظيف غرفته، وأخيراً يدون طرق الوقاية الصحية داخل المنزل في زمن الأوبئة. نستذكر ما تعرفنا عليه سابقا، هناك فرق بين التنظيف وبين التعقيم. ذكرنا التنظيف هو إزالة الجراثيم والأوساخ الموجودة على الأسطح في المنزل بطريقة لا يتم فيها قتل الجراثيم بشكل كلي، ولكن التقليل من احتمالية انتشارها ونقلها للآخرين. ذكرنا التعقيم يختلف على التنظيف بأنه ماذا؟ يقتل الجراثيم ويقضي عليها. إذن التعقيم هي الحالة أو العملية التي يتم فيها تطهير الأسطح في المنزل للقضاء على الجراثيم وتقليل خطر انتشار العدوى، وتتم بعد عملية التنظيف. ذكرنا أهم مرافق المنزل والتي تحتاج إلى وقاية صحية هي داخل غرف المنزل، وتحدثنا عنها في الحصة السابقة، الوقاية داخل المطبخ، الوقاية داخل دورات المياه. تحدثنا عن داخل غرف المنزل، من أهم طرق الوقاية الصحية هي تهوية الغرفة بفتح النوافذ لدخول الهواء وأشعة الشمس، تنظيف الأرضية والأسطح، التخلص اليومي من النفايات، غسل مفرش السرير وغطائه أسبوعياً أو تغييره، وأخيراً تعطير الغرفة. درسنا لهذا اليوم بإذن الله كيفية الوقاية الصحية داخل المطبخ. لدينا العديد من النقاط نتبعها لمعرفة طرق الوقاية الصحية داخل المطبخ. أولها ومن المهم جدا تجديد الهواء مع وجود سلك ذي فتحات دقيقة على النافذة، والسبب من وجود هذا السلك للسماح بخروج الأبخرة ومنع دخول الحشرات والقوارض إلى المطبخ. أيضاً غسل اليدين بشكل صحيح قبل إعداد الطعام وتناوله، تخزين الأطعمة وحفظها بشكل صحيح للمحافظة على جودة المواد الغذائية، وكذلك لمنع التلوث وانتقال الأمراض عبر الأغذية. أيضاً الأجهزة المنزلية تحتاج إلى صيانة دورية بصفة مستمرة ودورية. أيضاً مغسلة المطبخ هي من الأماكن التي تحتوي على الجراثيم ومكان تجمع الميكروبات، إذن أحتاج إلى تنظيفها بشكل مستمر للقضاء على الجراثيم والبكتيريا ومنع تصاعد الروائح الكريهة. من النقاط المهمة في الوقاية للمطبخ كذلك، أحرص على تنظيف الأواني وغسلها بعد الاستخدام مباشرة، وأبتعد أيضا عن تراكم هذه الأواني وهي متسخة. سلة المهملات يجب إفراغها بشكل يومي بصورة يومية، ولا تترك داخل المنزل ليلا، مع الحرص على تنظيف
سلة المهملات بمنظفات مطهرة حتى لا تتراكم البكتيريا. موقد الغاز، الفرن، الثلاجة، جميعها يحتاج إلى مسح وتنظيف، وخزائن المطبخ أيضاً بشكل مستمر. لدينا الأرضية، أسطح المطابخ، كلها تحتاج إلى مسح، كذلك شفاط المطبخ أيضاً يحتاج إلى تنظيف. عاشراً، حفظ الأطعمة من التعرض لمنطقة الخطر باتباع الآتي. كيف يتم حفظ الأطعمة؟ بإعادة تسخين الطعام لدرجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية، تخزين الطعام في الثلاجة في درجة حرارة 4 مئوية أو أقل. إذن هذه سبل الوقاية الصحية للمطابخ. أولاً يجب علينا التهوية الجيدة، وجود السلك على النافذة حتى أمنع دخول الحشرات وحتى تتصاعد الأبخرة إلى الخارج. اليدين من المهم جيداً غسلها قبل إعداد الطعام وتناوله، غسلها أيضاً عند تنظيف المطبخ وأسطحه وما يحتاج إلى تنظيف. الأطعمة تخزينها بشكل جيد وشكل صحيح للمحافظة على جودة الطعام. الأجهزة المنزلية في المطبخ تحتاج إلى صيانة بصفة دورية. من أماكن تجمع الجراثيم مغسلة المطبخ نحتاج إلى مسحها، تعقيمها للبعد عن تراكم الجراثيم وأيضا تصاعد الروائح الكريهة. الأواني ذكرنا مجرد استخدامها يجب غسلها وتنظيفها بعد الاستخدام وعدم تركها حتى لا تتكون لدينا بعض البكتيريا. سلة المهملات بشكل يومي إفراغها، تنظيفها وعدم وضعها داخل المنزل ليلا. موقد الغاز، الفرن، الثلاجة، شفاط المطبخ كلها تحتاج إلى مسح وتنظيف. الأرضية والأسطح أيضا تحتاج إلى تنظيف وتطهير. الأطعمة كيف أحفظها وكيف أحافظ عليها من التعرض للخطر؟ ذكرنا بإعادة التسخين بدرجة الحرارة لا تقل عن 74، تخزين الطعام في الثلاجة في درجة حرارة 4 مئوية أو أقل من 4 درجات مئوية. هناك معلومة إثرائية ذكرنا منطقة الخطر. ما هي منطقة الخطر؟ هي درجة الحرارة التي تتكاثر فيها الجراثيم بسرعة فائقة أعلى من 5 درجات مئوية وأقل من 60 درجة مئوية. لذلك ذكرت لك أن تحفظ في إذا كانت هناك تسخين وسخن فوق 74 درجة مئوية أو فوق 70 درجة مئوية، درجة بالنسبة للتبريد أقل من 4 درجات. إذا كان هناك تبريد أعلى من 5 أو تسخين أقل من 60 سوف يحدث تكاثر لهذه الجراثيم بسرعة فائقة، وهو ما سميناه بمنطقة الخطر. هناك إرشادات لما بعد التسوق. ذهبت إلى السوبر ماركت أو مع أسرتك إلى التسوق، ما هي الإرشادات لشراء المنتجات الغذائية بعدها؟ ماذا تفعل بها والمشتريات والمواد الغذائية؟ أحسنت، نقل المنتجات الغذائية إلى المنزل بسرعة كي لا تفسد، كبعض المواد الغذائية المبردة والطازجة التي لا تحتمل درجة حرارة عالية أو درجة حرارة الجو قد تفسد. إذن أحاول الإسراع بنقل المنتجات الغذائية للمنزل. ثانياً، تجنب ملء الثلاجة بالمواد الغذائية كي لا تمنع مرور الهواء داخلها. عند وضع الثلاجة لا أقم بتكديس المواد والأطعمة والفاكهة والخضروات وبعض المشتريات حتى لا يتم منع مرور الهواء داخل الثلاجة. بالنسبة لتخزين الخضروات والفواكه يجب علينا غسلها وتجفيفها جيدا قبل التخزين. كانت هذه بعض الإرشادات لما بعد التسوق لشراء المنتجات الغذائية. نتوقف الآن لحل النشاط رقم 3،
صنف محتويات المطبخ في الجدول التالي حسب نوع التنظيف الذي يحتاجه. أمامك محتويات المطبخ، ما الذي يحتاج منها تنظيف يومي، ما الذي يحتاج منها أسبوعياً، ما الذي يحتاج تنظيف شهري. لديك 3 دقائق لحل هذا النشاط. إذن أمامنا الآن محتويات المطبخ، ما هي التي تحتاج إلى التنظيف اليومي؟ أحسنت، أرضية المطبخ تحتاج إلى تنظيف بشكل يومي. مغسلة المطبخ، وذكرنا تراكم البكتيريا، تحتاج إلى التنظيف اليومي. أسطح المطبخ لكثرة استخدامها في الطهي ووضع الأدوات والأواني، نحتاج
إلى التنظيف اليومي أحسنتم، التنظيف الأسبوعي مثل الأجهزة الكهربائية، الموقد والفرن بداخل الفرن يحتاج إلى التنظيف الأسبوعي، الثلاجة تحتاج إلى إفراغ أسبوعي من المحتويات وفصلها عن التيار والقيام بتنظيفها، خزائن المطبخ تنظيف شهري، شفاط المطبخ أيضا، نافذة المطبخ. إذن دون الإجابة بشكل صحيح في كتابك. جدران المطبخ أيضا تحتاج إلى التنظيف الشهري. انتهينا الآن من طريقة أو طرق الوقاية الصحية داخل المطبخ، وهي من المرافق الهامة في المنزل. ندخل الآن إلى المرفق الثالث والمهم جدا، والذي يحتاج إلى وقاية صحية، وهو دورات المياه. من طرق الوقاية الصحية أولها غسل أرضيات دورات المياه بالماء الدافئ بالكلور والصابون حتى تصبح الأرضية لامعة ونظيفة. الكلور يعتبر من المواد المعقمة، إذن يجب استخدامه في الأرضيات لتعقيمها من الجراثيم. ثانياً، لدينا من الأماكن التي قد تتجمع فيها البكتيريا كثرة الاستخدام صنبور الماء، الحوض، البانيو، كلاها تنظف بالماء والصابون، وإذا حدث وجود بقع من الصدأ تزال بفرشاة مغموسة في ماء دافئ ممزوج بالخل. إذن الخل يعالج بقع الصدأ والتكلس والذي يحدث في هذه الأماكن. أيضا من المهم جدا تنظيف المرحاض يوميا بمزيج أيضا من الكلور والصابون، ويفرك بفرشاة جيدة خاصة به. من أماكن أيضا تجمع البكتيريا وهي بالوعة دورات المياه والحمام، تنظيفها حتى لا تتراكم فيها الأوساخ أو الشعر أو تتجمع فيها الحشرات. إذن هنا من طرق الوقاية في دورات المياه بطريقة صحية. لدينا أيضا في الحمامات في دورات المياه بعض المحتويات مثل حامل الصابون، أدوات تنظيف الأسنان، أدوات الحلاقة، كلاها تحتاج إلى تنظيف جيد بإزالة الأدوات من داخل الحامل أو الخزانة، ثم تنظيفها جيدا وتجفيفها. بعد ذلك أقوم بغسل الأدوات وإرجاعها بعد تجفيفها بمنشفة جافة إلى مكانها. إذن من طرق الوقاية الصحية داخل دورات المياه نسترجع سريعا، هي غسل الأرضيات بالماء والكلور، صنبور الماء والحوض والبانيو ينظف بالماء والصابون، والمحافظة من بقع الصدأ بالماء والخل، تنظيف المرحاض يوميا بالماء والكلور، تنظيف البالوعة أيضا حتى لا تتراكم فيها الأوساخ، ومحتويات الحمام ذكرنا أيضا منها، أدوات الحلاقة، حامل الصابون تنظف بإزالة الأدوات، تنظيف الحامل أولا وتجفيفه، ثم تنظيف الأدوات وتجفيفها وإعادتها إلى مكانها الخاص بها. تذكر عند استخدام القفازات ذات الاستخدام المتكرر فإنه يلزم استخدامها لغرض واحد ومحدد، مع الحرص على غسل اليدين بعد إزالة القفازات. من بعض القفازات تستخدم استخدام متكرر، أضعها مخصصة فقط لدورات المياه، أن تكون مخصصة فقط لتنظيف المطبخ، لا أخصصها إلى العديد من المرافق، وأحاول بالأفضل استخدام القفازات البلاستيكية والتي تستخدم لمرة واحدة عند تنظيف دورات المياه لحماية أنفسنا من الجراثيم والأمراض، وذلك أيضا الحرص الجيد على غسل اليدين. نشاط ألف دقيقتين لديك، دون خطوات تنظيف غرفتك.
إذن من خطوات تنظيف الغرفة الخاصة بك أولاً فتح النوافذ في الصباح لتجديد الهواء، إفراغ سلة المهملات والتخلص من النفايات، وضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل والنظيفة في خزانة الملابس، ترتيب مفرش السرير صباحاً وتغييره وغسله أسبوعياً، إعادة ترتيب الأدوات في مكانها الصحيح، وتنظيف كافة الأسطح، كنس الأرضيات بالمكنسة الكهربائية، بعد ذلك مسحها بالمطهرات المناسبة، وأخيراً تعطير الغرفة. نشاط باء، دون طرق الوقاية الصحية داخل المنزل في زمن الأوبئة. نقصد بكلمة وباء هو مرض أو انتشار سريع ومفاجئ في منطقة جغرافية معينة، بحيث تزيد معدلات الإصابات أكثر من المعتاد. هناك العديد من الأوبئة على مرور الأزمنة، نذكر كيف طريقة الوقاية هذه من الفيروسات من الأوبئة المعدية وهي تعدي وتنتشر بشكل سريع. من المهم جدا إدخال عملية التعقيم بالإضافة إلى التنظيف في زمن الأوبئة، وهي تنظيف وتعقيم الأسطح التي يكثر لمسها، مثل مقابض الأبواب لدينا، الطاولات، الكراسي، أسطح المطبخ، دورات المياه والمراحيض، مفاتيح الإضاءة، أجهزة تحكم التلفاز، ألعاب الأطفال، كلها تتعرض لللمس بشكل مستمر، تحتاج إلى تنظيف وتعقيم. أستخدم أيضاً مطهر يحتوي على الكحول أو المبيض في تعقيم المنزل. الكحول هي مادة قاتلة قادرة على قتل الجراثيم بنسبة 70% تقريباً أو إلى 90%. أيضاً غسل مفارش الأسرة والمناشف والثياب بشكل دوري. لا تنفض الملابس المتسخة، لأنه في مرحلة الوباء تنتشر العدوى بشكل سريع. غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها باستخدام معقم يحتوي على الكحول فور الانتهاء من التنظيف. وأخيرا غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده. أمامك الآن السؤال السادس في التطبيقات. املأ الجدول التالي بما يناسبه: غرف المنزل، المطبخ، دورات المياه، ما هي الغرفة الأكثر استعدادا لتكاثر الجراثيم، ما هي أفضل طريقة للمحافظة على نظافتها، المطبخ ما هي أكثر محتوياته استعدادا للجراثيم، ما هي أفضل طريقة للمحافظة على نظافته، دورات المياه أيضا ما هي أكثر أجزاؤها استعدادا لتكاثر الجراثيم، وما أفضل طريقة للمحافظة على نظافته. غرف المنزل لدينا من أكثر الغرف استعدادا لتكاثر الجراثيم. غرفة النوم ذكرنا من المهم جدا، كما دونت خطوات غرفتك: التهوية الجيدة، تنظيف الأسطح، الأرضيات، تخلص من النفايات، غسل مفرش السرير. أيضا هناك العديد، مثل غرفة الجلوس، تستطيع كيف يتم أو أفضل طريقة للمحافظة عليها، تدون إجابتك من وجهة نظرك. المطبخ أكثر محتوياته استعدادا لتكاثر الجراثيم، وذكرنا التخلص منها خارج المنزل. ممتاز، هي سلة المهملات ويجب علي إفراغها يوميا، تنظيفها بمطهر حتى لا تتراكم البكتيريا. مغسلة المطبخ من الأماكن التي تتراكم فيها البكتيريا أيضا، تنظيفها بشكل مستمر للقضاء على الجراثيم ومنع تصاعد الروائح الكريهة. لدينا أواني الطعام، تنظيفها وغسلها بعد الاستخدام وعدم تراكمها. دورات المياه من أكثر الأجزاء استعداد لتكاثر الجراثيم، أحسنت، هي المرحاض، أفضل طريقة تنظيفه يوميا بالكلور والصابون والماء والفرك الجيد بفرشاة خاصة. كذلك الأرضية من الأماكن تتراكم فيها الجراثيم، غسلها بالماء الدافئ والكلور والصابون. كذلك الحوض من أماكن التراكم أو تكاثر الجراثيم،
تنظيفه بالماء والصابون، وقد أستعين أيضا بالكلور للتعقيم من الجراثيم. كانت هذه أكثر أجزاء المنزل والتي تحتاج لوقاية صحية بشكل دقيق. وبذلك نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وهي الوقاية الصحية. أتمنى أن تكون قد استفدت من طرق الوقاية لنعيش في بيئة نظيفة خالية من الأمراض بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.